للوقوف عند تطورات المشهد اليمني ينضم إلينا عبر الهاتف عبد الباقي شمسان المحلل السياسي اليمني. سيد شمسان السلام عليكم. يعني لنبدأ من تصريح لوزير حقوق الإنسان حيث ذكر أن ميليشيا الحوثي قتلت 11,000 مدني منذ بداية الانقلاب، لكن هنا ما الدافع من استهداف المدنيين سيد شمسان؟ طبعا نحن أمام استراتيجية كانت تقوم على ما يسمى تأسيس ثنائية السنة والشيعة، وكان هناك صراع من أجل السيطرة على السلطة، وهذا طبيعي أن يكون هناك خسائر مادية في الصراع العسكري للسيطرة على الجغرافيا والمؤسسات، إلا أن هناك قتل المدنيين في المدن التي لا تحمل السلاح، كان الهدف منها السيطرة عليها وإرعابها، وكذلك محاولة خلق ما يسمى بالدواحش، حيث عندما يتم استهداف المدنيين العزل غالبا ما يتم المواجهة والانضمام إلى أي تجمعات، وهم كانوا في المرحلة الأولى للانقلاب يحتاجون إلى توصيف مدينة داعش وبعض المناطق في المناطق الداعشية حتى يتم التحديد والتوجه نحوها، وكذلك محاولة خلق ما يسمى أو خلق الحاجة لهم دوليا كأنهم وكلاء لتصفيه الجماعات المتطرفه، بينما هم يقومون بالارهاب بذاته ويقومون بتمزيق النسيج الاجتماعي. نحن امام خسائر كبيره، الخسائر الاكبر هي ناتجه ايضا عن تدهور الاحوال المعيشيه التي هي ايضا سي شمسان. نعم سي شمسان، لننتقل الى الوضع الانساني. انتشار الكوليرا ووصل الوضع لدرجه لا تطاق، هذا ما صرح به المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لكن لماذا نلاحظ يعني غياب دور المجتمع الدولي، دور المنظمات الإنسانية من المأساة في اليمن؟ لماذا هذا الغياب سيد شمسان؟ هناك ثلاثة عوامل ينبغي توضيحها. العامل الأول أنه كان هناك عمل منهجي لخلق حالة متدهورة من قبل الانقلابيين، هدفها الضغط على المجتمع المحلي والدولي للذهاب للتصفيات، وهناك الجانب الدولي يغض الطرف نظرا لأنه يريد استثمار هذه الحالة في حالة دفع نحو التصفيات، وبالتالي عندما يريد الضغط على الجماعات للذهاب نحو التصفيات المدخل غالبا إذا ما رجعنا للتصريحات والتحركات كلها تتزامن أو تسبقها تصريحات تتحدث عن تدهور الأحوال المعيشية، وكأن في تلك اللحظة فقط تدهورت، بينما لا يتحدثون عن أسباب ذلك التدهور وكيف حدث ذلك. أعتقد أن هنالك استثمار وهناك قصور دول التحالف التي تقود المعارك من حيث أنها لا تميز بين إرسال المساعدات وبين ضمان وصولها إلى المستهدفين. نحن بحاجة الآن إلى إيجاد إجراءات جديدة لإيصال المساعدات وإيصال الطبية تحديدا والإنسانية. هناك كثير من الضحايا في المستشفيات، فهناك الضحايا الذين لا يجدون حتى لقمة يعني وجبة واحدة في اليوم أو حتى لقيمة واحدة يوميا. نحن أمام وضع إنساني حرج وأمام قصور، بينما بالإمكان أن نخفف ذلك من قبل دول التحالف وإمكان السلطة الشرعية التي حتى الآن غائبة. نعم سيد شمسان. عبد الباقي شمسان المحلل السياسي اليمني، شكرا جزيلا لكم.